نعود صفحة لكم الناس اللي عدلت وموجتنا على 93 في ولاية القيروان، سينو 89 في تونس الكبرى، راديو بلاتينا فام في بث مشترك مع راديو الحياة فام إذاعة القيروان. لصحة احنا مواصلين معكم صبحيتنا، وكيف العادة في التوقيت هذا كنا هرسبت نمشيو بكم لمعتمدية الأستاذية في بوان مارشي. بوان مارشي، فندق الغلة، فندق الغلة، فندق الغلة، الخضر، الغلال، لحوم حمراء، لحوم بيضاء، والأنواع السمك إذا كان فما بتاع مع تقريبا توا مع 9.4 14 درجة في ولاية القيروان، تعتبر هكا باردة شوية شوية. سينو فما بعض السحب على حسب ما راح قاعدة لاحظ في لاغيغ بلون اللي ورايا، فما بعض السحب. سينو تنشوفوا إذا كان فما كمية من الأمطار ولا ما. خلينا نمشيو بكم مباشرة لمعتمدية الوسطية السوق الأسبوعية مع زميلنا عادل الفتيتي. صباح النور. صباح الفل مريم، صباح مرحبا بك في مستمعين مستمعي إذاعة الحياة فام. إذا مباشرة من السوق الأسبوعية بالوسلاتية مريم، اليوم ارتفاع بعض أسعار بعض الخضر والغلال. عندنا الفلفل بين 3000 و 3300، الطماطم بين 2000 و 2500، البطاطا 1800 حتى 2000، البصل الربطة 1200 حتى 1500، الفول بين 1800 حتى 2000، جلبانة 4500 5000، الكرومب والبروك 1000 و 1500، مفتوس في الناري 800 حتى الدينار، معدنوس وسلق وكلاب 600 مليم، القرع الأحمر بين 2000 و 2200، برديان حلو 3000، طمسون 3000 حتى 3500، مريم التفاح بتبيعته السعر ديما غالي بين 5 دينارات و10، والبنان 9500 و10 دينارات. نمشيو للحوم الحمراء مريم، الحم البقري مخلط كان ب 25 اليوم ولا 28 دينار، الهبره 32 دينار، الحم علوش 40 دينار كيلو، برشني 38، الاسبوع الفارط كان 35 و 36، راس علوش بين 10 و 12 دينار، والدواره بين 36 و 40 دينار. نمشيو للدجاج المذبوح كيلو 9780، كالوب 16800. مريم بالنسبة للأسماك اليوم كمية قليلة المطروحة في السوق اليوم، ما بالنسبة لوقت البحار يقول الثمنو ما تميز السلعة برشا، الوراثة بين 14800 و 17800، التريليا بين 8800 و 13800، مرجان بين 6800 و 9800، الشورو 4800 حتى 6800، البوغا 4800. دونك خلينا نذكروا عادل بالنسبه للانتصاب، هل انه خارج اسوار السوق والا داخل اسوار السوق؟ على حسب ما لاحظ في الصور اللي هو داخل اسوار السوق عادل. شويه موجود، لا خارج اسواق السوق. وكان من المفروض اليوم السلطات المحليه كانت المفروض اليوم باش تقوم بالاجراء القانوني تجاه المخالفين والمنتصبين خارج السوق، ولكن الى حد الان اليوم واقف مشيت للسوق سالوني شبه ما تحركوش، خاطر تم وعد تقديم وعد انه اليوم مش يتم كنت استعمال القوى العامه، ولكن اليوم ما فماش حتى اي اجراء مريم. دونك فوالا، في انتظار القوى العامه ما فماش حتى اجراء، والانتصاب مازال خارج السوق. مريم نعم، مريم نهار الاثنين تم احتمال انه بالسما يوقع تحرك من قبل الناس والتجار الداخل اللي ماهيش قاعدين يخدموا، ممكن يكون مش يكون ثم تحرك. اكيد الحياه افهم، اذا الحياه افهم مش يكونوا مواكبين اي تحرك بالنسبه لموضوع عنده علاقه بالانتصاب خارج السوق. فوالا، يعطيك الصحه زميلنا عادل لفتيتي على تدخلك معنا في الإطار هذا مباشرة من السوق الأسبوعية بمعتمدية الوسلاتية وبعض الأسعار، خاصة اللي فما الحقيقة ارتفاع في بعض الأسعار متزامنا مع شهر رمضان اللي على الأبواب. دونك أكيد تونسي قاعد يقيس في نسبة الاستهلاك نتاعو وفي شنو ينجم يقضي وشنو ينجم ما يقضيش، ونعرف تشكيات ديما المواطنين في هذا الإطار. أما ديما تقعد اللمة نتاع العيلة، احنا اللي ديما نأكدوا عليها بأبسط الأشياء، راهو كل قدير وقادروا تنجموا تمشيوا تعبيوا خفيفتكم وتقضيوا قضيتكم وتطيبوا اكشهيوه نتاع العيله نتاعكم، خاصه كل ويكاند كلك سوا سبت والا احد، وتتلم الناس الكل على الطاوله بالضحكه المزينه وبالقلب، وربي يكتب للناس الكل الخير. وكانت هذه بوان مارشي. بوان مارشي، فندق الغله.